بالموت. ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تسب الحمى لما دخل على أم السائب بنت يزيد وجدها تنتفض من الحمى، قال عليه الصلاة والسلام: ما لك تزفزفين تنتفضين؟ قالت: الحمى قاتلها الله. قال: لا تسبيها، إنها تحط خطايا ابن آدم كما يحط ورق الشجر. سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوعك، يعني يمرض، وقال عليه الصلاة والسلام: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، فيصيبه المرض مضاعف عليه الصلاة والسلام. وما يصيب الإنسان من مصيبة إلا كفر الله بها خطاياه، حتى الشوكة يشاكها. وقد ورد في الحديث أيضا وأحاديث كثيرة لما نزل قول الله جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به ولا يدره من دون الله ولي ولا نصيرا. جاء الصديق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ يعني كيف ننجو، كيف نسلم؟ أكلما عملنا سوءا جزينا به؟ الآية أيها الإخوة الأحبة هذا معناها، ليس لها معنى آخر، معناها أن كل من أساء لا بد إيش؟ لا بد من الجزاء، كل إساءة لا بد لها من جزاء. فالآية فيها عموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على فهم هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: ألست تنصب؟ النصب إيش؟ التعب. ألست تمرض؟ أليس يصيبك الهم؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: فذلك ما تجزون به. فذكر إيش؟ المرض، ذكر التعب، ذكر الهم. فهذه أشياء تصيب الإنسان، هذه أشياء تصيب الإنسان تكون سببا في تكفير ذنوبه، ولها معنى آخر، وهي أن المرض قد يكون نوع من العقوبات، فيعاقب الإنسان به ليكفر الله به ما حصل منه من الزلل. فهذا أيها الإخوة الأحبة مقدمة بين يدي ما سأقول وأتكلم عنه، وهو أيها الإخوة الأحبة سأتكلم عن الأسباب الشرعية لدفع الأمراض. هذه أمور قد تغيب عن بعض الناس فلا بد من معرفتها، لأننا والحمد لله بشريعة كاملة جميع الجوانب، ما ترك شيئا إلا أتت به. ومن ذلك أيها الإخوة الأحبة هذا الموضوع، موضوع المرض، فالناس لا تخلو منه، وفي هذه الأزمنة بالذات تزداد الأمراض كما قلنا بالأمس، قلت البركات في أطعمة الناس وفي أجوائهم، كثرت المخترعات الحديثة، لكنها أتت أيضا للناس بما لا يسلمون معه من شيء من الضرر، فتلوث الهواء وتلوث الأجواء وتلوث الأرض وتلوث السماء بسبب أفعال الناس وما يقومون به. فهذه مدنية نعم قربت البعيد وحصل فيها خير كثير، ولكن لها ضريبة من ذلك الأمراض، حتى تفشت في الناس أمراض لم تكن بمن قبله، وهذا أيضا نوع من أنواع العقوبات الإلهية التي يرمي بها الله جل وعلا من شاء. فإن هناك ذنوب خطيرة إذا تفشت وانتشرت ضرب الله هذه الأمم التي ظهرت فيها هذه الفواحش وهذه الذنوب العظيمة، يرميهم بأمراض لم تكن في من سلف ولم تكن في من سبقه. فما هي الأسباب الشرعية لدفع البلاء؟ من أول الأسباب وأهمها أيها الإخوة الأحبة الصدقة. لا ينبغي أن تغفل أيها المريض، ولا ينبغي أن تغفل يا من عنده مريض، عن مد اليد بالصدقة. وقد ورد في الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب،
تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء وتدفع الهلكات والآفات. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر هنا أنها سبب من أسباب دفع السوء ودفع البلاء، وقال في الحديث الأول: داووا مرضاكم بالصدقة. وهذا أمر من جربه عرف أثره. فمن الأسباب الشرعية المهمة أن يتصدق الإنسان بنية أن يشفيه الله من مرضه. فالمعروف أيها الإخوة الأحبة يرجع على صاحبه بالخير. صنائع المعروف تقي مصارع السوء وتدفع الآفات والهلكات. هذا هو الحديث الثاني الذي فيه الآفات والهلكات، وهو حديث صحيح، صحيح الألباني رحمه الله. صنائع المعروف تقي مصارع السوء وتدفع الآفات والهلكات. والصدقة أيها الإخوة الأحبة في هذا الباب تقوم بأمرين: الأمر الأول الدفع، والأمر الثاني الرفع. ما الفرق بينهما؟ نعم، بعد النزول، فتح الله عليه، الدفع قبل النزول. ولذلك قال هنا تدفع الآفات، يعني قبل تأتيه الآفة أو المرض أو الهلكة أو البلاء، الصدقة قد تكون دافعا لذلك ومانعا من حصوله. والرفع يكون بعد ما يحصل، بعد ما يحصل هذا الأمر. مع ما في الصدقة أيها الإخوة الأحبة من فضل وخير حسنات، وأيضا لا يمكن للصدقة أن تكون سببا في فقر الإنسان، ولا يمكن أن تكون الصدقة سببا في نقص ما عند الإنسان. وعلى هذه الحقيقة أيها الإخوة أقسم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هل يحتاج محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم؟ لا، وهو الصادق المصدوق. لكن في أشياء في نظر الناس لها تصور معين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا التصور، فاضطر أن يحلف لهم يمين عليه الصلاة والسلام. في جيبي الآن 100 كورونا، فأخرجت 50 وجدت فأعطيته 50، كم بقي في الجيب؟ 50. نقصت ولا زادت؟ الحقيقة نقصت، نعم نقصت، ذهب نصف المال. هذا أنت تعرف، أنت تقول هذا والناس كلها تقول هذا، لكن عند الله ما نقصت بل تزيد. فلأن هذه الحقيقة يعني ما يتخيلها الإنسان ولا يعرف كيف هي، أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ثلاثة أقسم عليهم ما نقصت صدقة من مال. وفي بعض الروايات: بل تزيد بل تزيد بل تزيد. فهذا هذه هي آثاره، مع ما ينتظر العبد من الثواب والأجر العظيم. كم من عبد يدخل الجنة يوم القيامة بصدقاته؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا النار ولو بإيش؟ شق تمرة. شق التمرة نصف، يعني قد تكون التمرة أو نصفها سبب من أسباب نجاة العبد من النار. جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستطعمها، وكانت جائعة ومعها بنتين، فأعطتها عائشة رضي الله عنها، في بعض الروايات أعطتها تمرات 3 لها ولبناتها. ما في صوت؟ يا أخوان يقولوا النساء ما عندهم صوت. أعطونا الصغير هذا يمكن. جاءت هذه المرأة فطلبت فاستطعمت عائشة رضي الله تعالى عنها فأعطتها التمرات لها ولبناتها،
فأكل البنات التمرة التي معهم، كل واحدة تمرتها، وبقيت في يد الأم تمرة هي جائعة مثلهم، ولكنهم أخذوا ينظرون إليها لشدة ما في بطونهم من الجوع. فأخذت تلك التمرة الثالثة فقسمتها بين بنتيها وبقيت بلا شيء، ثم انصرفت. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته عائشة رضي الله عنها وهي تعجب مما رأت، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أوجب لها الجنة بتلك التمرة. أطعمتها من؟ بناتها. فالإنفاق أيها الإخوة الأحبة لا ينقص الماء، والصدقة لا تنقصه، ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، يقول الثاني: اللهم أعط ممسكا تلفا. فأنت تدفع بالصدقة عن نفسك السوء وترفع البلاء، تتعافى الزوجة ويشفى الولد، ويرفع الله الضر عن الوالد وعن الأب والأم وعنك أنت بسبب صدقاتك، فلا تبخل. وكما قلت لكم قد رأى الناس من ذلك عجبا، ورأوا من ذلك أمرا كثيرا، وهذا أيها الإخوة الأحبة مصداق لما أمر الله جل وعلا به. ولا شك أيها الإخوة الأحبة أن العبد عندما يفعل ذلك يستجلب دعوات هؤلاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم. تنصرون، أبغوني ضعفاءكم، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. بماذا؟ قال: بدعائهم صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي تضع في يده ما تضع أو تطعمه أو تكسوه أو ترعاه يدعو لك دعوة فتفتح له أبواب السماء فيصيبك من الخير ما لا يعلمه إلا الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من أسباب العلاج هو العلاجات الطبيعية، أي التي بنيت على التجربة، علاجات الأطباء والمستشفيات، الشيء الطبيعي أو الشيء يعني المبني على التجارب أو المعرفة أو على الدراسة، فإنه لا حرج فيه، وهو باب عظيم من أبواب الشفاء. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. اللهم جعل شفاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. المحرم ما يمكن يكون علاج، لكن عليه الصلاة والسلام أمر بالعلاج، تداووا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه المرض فيأتي الناس عنده فيصفون له العلاج، فربما أخذه. عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، عروة بن الزبير ممن؟ ابن العوام، ابن حواري النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أسماء بنت من؟ بنت أبي بكر. إذن عائشة ايش تكون منه؟ خالته. قال لها يوما: يا خالة، إذا رأيت علمك يعني بالفقه، قلت زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يستغرب عنده وتعلمت منه، إذا رأيت علمك بالأنساب قلت بنت أبي بكر، فيا خالة من أين علمك بالطب؟ كانت حتى في الطب رضي الله عنها استغرب، يقول: طيب أنت فين تعلمت؟ في أي جامعة ولا في أي كلية؟ فكيف؟ ماذا قالت؟ قالت: يا بني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك فيأتيه الأعراب من البادية فيصفون له الدواء من شجر البادية، فأسمع ذلك فأحفظه. إيش عندك؟ مغص؟ والله هذا المغص ينفع له هذا العلاج الفلاني، فتسمع فتحفظ. وكانت تصف للناس الوصفات، وكانت رضي الله تعالى عنها أيضا إمامة في الفرائض، كما قال ابن عباس: رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يرجعون إليه فيسألونها في الفرائض فتفتيهم، وكانوا إذا امتروا في مسألة واختلفوا فيها رجعوا إليه. ربما رأيت الجمع من الصحابة يتجادلون في مسألة من مسائل العلم فيقول قائلهم: اصبروا حتى نسأل عائشة رضي الله عنها، فيسألونها فتجيبوا. اختلف ابن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنهم في ماذا؟ في الصلاة على الجنازة واتباعها،
فقال أبو هريرة الله عنه رضي الله عنه: إن صلى عليها أصاب قراطا، فإن صلى عليها وتبعها حتى تدفن أصاب قراطان. فقال ابن مسعود: لا، بل إذا صلى عليها أصاب القراطين تبعها أم لم يتبعها. فاختلفوا، فعند ذلك أرسلوا إلى أين؟ إلى أم من عاش يسألونها من الصح ومن الغلط، هل هي قراط ولا قراطان؟ وجلس ابن مسعود رضي الله عنه ينتظر الجواب حتى وصف الراوي حالته، أمسك كفا من الحصباء في يده وأخذ يفركها هكذا متوتر مثل ما يقولون. فذهب السائل ورجع فقال: صدقت أبا هريرة. فأخذ هذا الكف ورماه في الأرض وقال: فرطنا في قراريط كثيرة. شوف الندم على إيش؟ على الأجر والثواب رضي الله عنه وأرضاه، لأنه رضي الله عنه كان يصلي عليها ولا يذهب، ظن منه أن القراطين تحصل تبع ولم يتبع. فلما علم وصدق خلاص، لما جاءه البيان من عائشة انتهى، فقال: فرطنا في قراريط كثيرة لأني ما كنت أتبعه، أصلي وأكتفي بهذا. وهذا من حرصهم على الخير وعلى الحسنات. فهذا أيها الإخوة الأحبة، الآن نرجع إلى ما نحن فيه فنقول: إن الاستشفاء بطلب العلاج لا حرج منه، وهو من الأبواب المشروعة وينبغي على الإنسان يسعى فيه، فلا حرج عليه في ذلك أبدا. هذا الثاني، ولا الثالث؟ الثاني راح ولا جاي؟ راح. الثالث جاي. طيب، الثالث أيها الإخوة الأحبة الدعاء، وفيه تفصيل. هذا من أبواب العلاج العظيمة. تحت هذا الثالث فيه نقاط. الدعاء ممن؟ أولا دعاء الإنسان لنفسه، ففي حال المرض لا تنسى أن تدعو الله جل وعلا يشفيك، سواء الدعاء العام بسؤال الله الشفاء أو ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن هذا أيها الإخوة الأحبة أمر ربما يكون مغفول عنه عند كثير من الناس. الدعاء العام كما قلت أن يسأل الله الإنسان ربه أن يشفيه في سجوده في ساعة الإجابة. فإن الإنسان قد يبقى عنده مرض ويستمر معه مدة وهو غافل عن أن يدعو الله جل وعلا. والدعاء مفتاح لكل خير، فيسأل الإنسان ربه أن يشافيه من هذا الداء بعينه. ومن الدعاء للنفس أن يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عثمان بن أبي طلحة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا إخوان قصة عجيبة، ركزوا معي شوي، قال: جئت، أو قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف تواضع الحبيب عليه الصلاة والسلام، يزور أصحابه في أماكنه، إذا علم المريض ذهب إليه. هذا الحديث ذكر من الذي زاره، وأحيانا لا يذكر ولا يسمى، لأنه ما هو غريب أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم مريضا من مرضى، لا يخص بذلك أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو الزبير أو العشرة، لا، كل من بلغه أنه مريض ذهب إليه. وكان عليه الصلاة والسلام من هديه، هذه هدي نبوي، سنة نبوية اسمها سنة التفقد، إذا فقد أحدا من أصحابه سأل عنه: مالي لا أرى فلانا، وين هذا، وين، أين هو فلان، كم يوم ما شفناه، غايب. هذا مهم هذا. فالذي يشهد، هذه من فوائد شهود الصلوات والجماعة، فأخوك الذي تراه معك دائما إذا فقدته لا بد أن تسأل عنه. وأولى الناس بالسؤال إمام المسجد المسؤول عن المسجد، أن يسألوا عن المرضى، يسألوا عن كم كثير هذا في السنة. ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، لكن ما هو من العشرة المعدودين، العشرة الذي اشتهروا في السنة، عشرة رضي الله عنهم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم باسم فلان في الجنة، فلان أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى عدى العشرة. لكن ثابت بن قيس مبشر، بلال بن رباح مبشر رضي الله عنه، أم حرام بنت بلحان مبشرة،
يعتبر ممن هم في الجنة. ثابت بن قيس كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت ترى الوصف العملي للرجل خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. في ذاك الزمان كانت تقام مباريات، لكن ما هي بالكورة ولا الجولف ولا ما أدري إيش اسمها، كانت مباريات عندهم بإيش؟ بالمنابر، بالخطب، بالأشعار. فتأتي القبيلة ومعها شاعرها ومعها خطيبها، فإذا هذا قوم يا شاعر هات القصيدة، فيتكلم ثم يقوم الخطيب فيخطب. هذه كان العرب كانت عندهم هذه المسألة، مسألة الفصاحة. لذلك الله جل وعلا جعل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قرآن، تحداهم به. فثابت بن قيس كان يأتون بخطيبهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قم يا ثابت، كان عنده صوت وخطيب مفوه رضي الله عنه. إذا كان جابوا الشعراء قم يا حسان قم يا كعب فين؟ فثابت رضي الله عنه اختفى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي لا أرى ثابتا. سأل قال أحد الصحابة أنا لك به يا رسول الله، أنا أجيب لك خبر. فبدأ يسأل عنه وين ثابت حتى وجده في بيته. طرق الباب ودخل فوجده في حالة من الهم والحزن والبكاء والخوف. قال ما لك يا ثابت؟ قال ما سمعت ماذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا نزل؟ قال نزل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية نزلت فيه أنا، أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله لأن صوته كان عالي. فانظر يا أخوان كيف يتعاملون مع القرآن، كأنما نزل يخاطب واحد منهم. وهو الآن ترى احتمال، لكنهم خلى الاحتمال واقعي. نحن نقرأ الآية وربما الإنسان منا يقرأ الآية من القرآن وهو يفعل ما نهى الله عنه، ومع ذلك يقول له هذه ما تبي، كأنها تخاطبه. فماذا يقول رضي الله عنه؟ أنا الذي كنت أرى، أنا الذي حبط عملي، أنا في النار. ولذلك يبكي رضي الله عنه. الصحابي ما يملك شيء، أخذ الخبر وين راح؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجد ثابت ما قال الخبر كذا كذا كذا. فقال صلى الله عليه وسلم لا، ثابت في الجنة وليس في النار رضي الله عنه. فكانت هذه شهادة لثابت، لا ما هو في النار، ثابت في الجنة. كيف جاءت هذه البشرى؟ بالتفقد، فقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه. رجل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس معه أمامه، وإذا هو جالس يأتي من ورائه غلام صغير ولده، فيأتي يأتي من بين الناس يدور حتى يجي عند أبيه فيلصق في ظهره، فإذا حس به أبوه سحبه وأجلسه بين يديه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا دائم كل ما جلس فقده النبي صلى الله عليه وسلم. وين فلان وين فلان؟ قالوا يا رسول الله أرأيت غلامه ذاك ولده الذي كان يأتي من ورائه ويجلس أمامه؟ نعم. فأخذ يصفه له. قال نعم عليه الصلاة والسلام. قالوا مات يا رسول الله، أي مات الولد، ثمرة الفؤاد والقلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه حتى وجده وعظم له الأجر وعزاه. ثم أراد عليه الصلاة والسلام أن يسر قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام أيما أحب إليك، أن تمتع به بقية حياتك، أم أنك لا تأتي يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته بين يديك افتحه لك؟ قال لا يا رسول الله، بل آتي يوم القيامة فأجده بين يدي يفتح لي أبواب الجنة. فيعني هذا إن صبرت، فهذا من أبواب العظيمة الصبر على فقد الأحباب والأولاد. ولذلك إذا فقد الإنسان ولده، وهذا حديث صحيح في البخاري، الملائكة ترجع فيسألها الله جل وعلا قبضتم روح ابن عبدي ثمرة فؤاده؟ يقول نعم. قالوا ماذا قال؟ قالوا حمدك واسترجع. قال ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. طلعتكم أنا، أرجعكم ولا ترجعوني؟ إيش رأيك؟ وين كنا؟ طيب الدعاء صح، وين؟ ثابت الثاني. لا ثابت احنا دخلنا، هذه من الخرجات، هذا مخرج دعاء للنفس. طيب وبعدين
ايش اللي خلانا طلع هالطلعة دي؟ عثمان بن ابي طلحة نسيتم؟ ما بال عثمان؟ ايش قلنا يا اخوان؟ مريض، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب اليه ليزور. اخذنا شوي طلعة، خرجنا لنبين سنة التفقد، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا فقد احد اصحابه مريض يذهب اليه. قال عثمان جاء وخبرنا مريض ذهب اليه. تعال يا عثمان علمنا ايش مرضك؟ اخبرنا ماذا المرض، ما هو المرض؟ قال رضي الله عنه: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من مرض كاد ان يهلكني. مرض بسيط هذا؟ ايش رايك؟ ايش يقول يعني؟ كان يتوقع انه مرض ايش؟ مرض ايش؟ يقول يهلكني. وش مرض ايش؟ مرض الموت. خلاص اعتقد ان هذا المرض سيموت به. فدخل عليه الصلاه والسلام على عثمان وهو مريض، ابن ابي طلحه طبعا ثقفي، ما هو عثمان بن عفان. فدخل عليه الصلاه والسلام عليه وجلس عنده فشكى له من المرض، المرض الذي كاد ايش؟ يهلكه. وترى نفس الكلام قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، اكيد اشتكى. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك أو يتألم من جسدك. شوف الخطوات الآن، هذه خطوات المعالجة. ضع يدك على الذي يألم من جسدك، أنا هنا 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 أي مكان، ثم قل بسم الله ثلاثة، ثم قل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. إذا ايش الخطوات؟ الخطوة الأولى ضع يدك على المكان الذي فيه الألم. الخطوة الثانية: بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات. الخطوة الثالثة: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر سبع مرات. سبع مرات. وورد في بعض الروايات أنه يمسح في نفس المكان، وهذا أفضل. إذن نفرض الألم هنا، هذا واحد، وضعنا اليد بسم الله بسم الله بسم الله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. كم مرة هذه؟ سبع مرات. ما الذي حصل؟ قال عثمان رضي الله عنه: ففعلته فأذهب الله عني ما أجد، فلا زلت أوصي به أهلي ومن عرفت. كل ما قابل واحد علمه كما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. تعمدت أن أرجع إلى سيرة عثمان لأعرف عثمان كم سنة عاش بعد المشكلة. المرض كاد أن يهلكه، الدعاء إذا نفعه كم؟ شهرين، ثلاثة أشهر، سنة، سنتين. عاش بعدها يمكن 40 سنة بعد هذا الحادث. تصور واحد وصل إلى ساعة الموت يرى نفسه أنه سيموت، فعاش بعدها ما يقارب 40 سنة، وهو من أواخر الصحابة موتا رضي الله عنه. والله ما يفعلها مسلم متيقنا بها إلا رأى العجب من استجابة الله. لكن هنا ما تقول لي أجرب، هذه ما يحبوب الدكتور. لا تقول أجرب، هذا كلام معصوم صلى الله عليه وسلم. تعمد. شوف إيش قال عثمان، ما قال جربته، قال ففعلت يقين فأذهب الله عني ما أجد. هذا الدعاء من المريض. كذلك يقول: اللهم رب الناس هذه بعباس، اشفني انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، وسواء وضع يده ام لم يضعها. طيب انا لازم قلت لكم الدعاء تحت دعاء الانسان لنفسه. اثنين: دعاء المسلم لاخيه المسلم المريض. هنا اقصد بالدعاء دعاء العائدي. مما شرع لنا وهي سنة نبوية وللأسف تكاد تكون مهجورة
سنة زيارة المرضى. عرفنا الآن حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكونه عليه الصلاة والسلام كان يعود أصحابه. وترى هذه السنة قولية وفعلية وأيضا أمر، اجتمع فيها ثلاثة أشياء. أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هي الأمر هذا القولية، وكان يفعله عليه الصلاة والسلام، وذكر الثواب والأجر. فأينما اتجهت وجدت أنه ينبغي عليك إذا سمعت بمرض أخيك ألا تترك زيارته. أما الفعلية كما سمعت يزور أصحابه عليه الصلاة والسلام، وأما القولية فقد ورد في الحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. حديث البراء ذكر منها إيش؟ عيادة المريض. وورد في الحديث الآخر حق المسلم على المسلم سبعة وتسع، ذكر منها إذا مريض أن تعوده إذا مريض. ورتب عليه الصلاة والسلام عليها ثواب عجيبة تهفو إليه نفوس الأبرار. والله لو لم يكن في هذا العمل إلا هذا الحديث لكان كافيا في الحث والترغيب في زيارة المرضى. يقول عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا غدوة، غدوة أول النهار، صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. روح تزور الساعة 9 صباحا، تبقى الملائكة تصلي عليك حتى يأتي المساء. صلى عليه يعني دعا له. أخوان والله عجب، كيف نفرط في هذا الأمر؟ بالله حسبة مثلا نقول بسيطة، كم عدد الملائكة؟ 70,000. هب أنه شوف فرض يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا غدوة صلى عليه 70,000 ملك مرة واحدة، يعني كم صلاة تصيبه؟ ها؟ 70,000 صلاة، لو كل واحد منهم صلى عليك مرة 70,000 صلاة ضربة واحدة، فكيف وهم يصلون عليك حتى تمسي؟ كم ملايين. وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. طيب، إذا هذا من ناحية عيادة المريض. ما هو الدعاء؟ الآن نتكلم عن من أسباب الشفاء. ما هو دعاؤنا نحن؟ ما فائدة؟ أولا أن تقول: اللهم اشفي فلان، اشفي، تدعو له بالشفاء. طيب، هذا دعاء طيب وصحيح وثابت، اللهم اشفي فلانا. وعندنا قصة أيضا، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض بمكة عاده النبي صلى الله عليه وسلم. مرض سعد كيف كان المرض؟ خفيف ولا قوي؟ اسمع ماذا قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بمكة من مرض ألم بي. لما جاء عنده عليه الصلاة والسلام وجلس، عن أي شيء كان يتكلم سعد؟ يا رسول الله، إني ذو مال كثير وليس لي إلا ابنة واحدة ترثني، أفأتصدق بثلث مالي؟ قال: لا. بنصفه؟ قال: لا. قال: بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير. واحد الآن يفكر في التركة والميراث، ها؟ إذا كان يشوف إيش؟ ها؟ نفس قضية مين؟ نعم، والله لقد كان ينتظر الموت. ولذلك قال في الحديث: يا رسول الله، يبكي وخلف بعد أصحابه، كان يبكي أنه سيموت بمكة، كان يتمنى أن يموت بدار هجرته يعني بالمدينة. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على جبيني ومسح على وجهي وصدري وهو يقول: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. يقول: والله لا زال أثر برد يده صلى الله عليه وسلم على وجهي يحس بها إلى الآن. قال رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فشفاه الله من مرضه، وعاش بعد تلك القصة 44 سنة. كم كان عنده بنت؟ كم كان عنده أولاد؟ كم كان عنده لما مرض في مكة؟ بنت واحدة. مات سعد عنده 34 واحد، 17 ولد و17 بنت، وهو فاتح العراق وصاحب القادسية رضي الله عنه وارضاه. فهذا أيها الإخوة الأحبة باب
وهو الدعاء اللهم اشف فلان. طيب وغيره قال عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك إلا شفاه الله. هذه من فوائد التي تقدمها للمريض. نحن نروح للمريض نأخذ نحن فائدة ولا لا؟ ها؟ الأجر تابعة السنة إصابة هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثواب العظيم دعوات الملائكة وننفع المريض أيضا. اشترينا ورد من هنا لا ما نبغى ورد خل الورد. النفع الأعظم هو إيش؟ الدعاء. هذا الورد ما يجيب له شيء ما عليه جيب ورد وادعو له. فلا تدخل هكذا وتخرج بدون أن تنفع. شوف النبي شوف يا إخوان ركزوا في الحديث والله باب عظيم من أبواب الشفاء. هذا وعد من عاد مريضا من عام لم يحضره أجره هذا الشرط ما هو مرض الموت. فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش الكريم يشفيك إلا شفاه الله إلا قام من مرضه ذلك. ولا يظن المريض ولا يظن الزائر أنك ستخرج من عندي من الغرفة ويجهز أغراضه في الشنطة ويطلع بعدك على طول. لا ما ينسى قد لا يكون الشفاء اليوم ولا لكنه سيشفى يمكن بعد أسبوع بعد شهر الله أعلم سيقيم والله. فكيف لو كان لو أن كل من دخل عليه وعاده ودعا له هذا باب عظيم من أبواب شفاء الشفاء لا ينبغي أن يغيب عن ذهنك. فإذا دخلت على المريض فادعو الله له بهذا إما 7 مرات أو 3 مرات اللهم اشفي أو اجمع بينها فكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا عاد المريض اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فهذا الدعاء. إذن عندي الدعاء إيش؟ للنفس. والثاني دعاء العائدين العائد الزائر يدعو له. الثالث دعاء المسلمين له بظاهر الغيب. إذا علمت مرض يا أخي فادعو الله له سواء كان عندك هنا أو في أي مكان. وهذا الدعاء مستجاب كما سمعتم في الخطبة اليوم. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجاب على رأسه ملك كلما دعا له بخير قال الملك آمين ولك مثل آمين ولك المثل. تدعو للمسلمين تدعو لمن تعرف خواص المسلمين وادعو يا أخي لمرضى المسلمين كله اللهم اشف مرضى المسلمين. فهذا من أبواب الدعاء أو من أبواب الشفاء. إذا عندنا إيش الأول أول واحد ما هو صدقة الثاني لا تزعلون الدكتور تونا سوينا دعاية للعيادة والدنيا الله يهديه العلاج نعم الدواء الطبيعي قلنا والثالث إيش الدعاء. طيب الرابع أيها الإخوة الأحبة وإن كان جنس الدعاء لكني أفرده لأهميته وهو الرقية. الرقية الشرعية يرقي المريض نفسه أو يرقى. فهذا أيها الإخوة الأحبة من أبواب المعالجات أيا كان نوع المرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أيها الإخوة الأحبة أعظم شيء أن تتعود أن تفعل ذلك بنفسك ترقي نفسك وترقي أهلك ترقي من حولك ترقي إخوانك إذا عدتهم. لا تلجئ الناس أو لا تلجئ يعني هنا إشكال وقضية حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي فيه ولا يسترقون يعني لا يطلبون غيرهم أن يرقيه هو ليس محرما لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هؤلاء من الأصناف الذين يدخلون الجنة بغير حساب. طلب الرقية ليس محرما لكن الأكمل الإنسان أن يتركه. لكن قال العلماء لو أن إنسان دخل عليك فلما جلس عندك دنا منك وبدأ يرقيك تمنعه؟ ها؟ لا ما تمنعه. هل يدخل في قولي لا يسترقون؟ لا ما يدخل لأن أنا ما طلبت منه هو الذي تبرع بذلك. ومن هنا يأتي حديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فأنت ترقي لكن كما قلت أنت عود نفسك أن ترقي نفسك ترقي ولدك ترقي زوجتك وكما قلنا ترقي مريض أخوك
وهذا أيها الإخوة الأحبة لا ينبغي أن نقول الله هذا خاص بفلان ولا يستطيع أن يفعل إلا فلان، وهذا مشكلة إذا اعتمدت القلوب على الناس فهذا إشكال، لأننا نخشى أن ندخل في باب المحظور فننقلب، بدلا من أن نعتقد أن الشفاء بيد الله والشفاء في كلام الله والشفاء في سؤال الله، أن يصبح الظن أن فلان هذا عنده أشياء ما هي عند غيره، في خصائص ليست لغيره، فلا يظنن المستلقي أن الشفاء في ريق الراقي ولا في مس يده، لا، ما في أحد الخصوصية بعد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. نعم محمد صلى الله عليه وسلم، نعم لمس يده وريقه مبارك عليه الصلاة والسلام، ولو خصائص والله ما تأتي به، لا يمكن أن توجد لا في أي ولا في زمان ولا أي طب يستطيع أن يصل إليها. من هو الذي يمكن أن يكشف رمد العينين وقد أصبح صاحبها لا يرى؟ أي طبيب وأي مستشفى يستطيع أن يرفعها في نفس اللحظة؟ يمكن نقول يحتاج سيبرأ من هذا المرض لكن على مراحل. يوم خيبر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه ليعطيه الرايح، فقالوا يا رسول الله إنه أرمد، الرمد مرض العينين. تعرفون كيف أتي بعلي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل كان مريض بس جالس كذا وتعبان؟ ما كان يشوف. في الحديث فأتي به يقاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثله مثل من؟ الأعمى الذي لا يرى. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعال ادنو مني، قربه عليه الصلاة والسلام، فتح عينه ونفث فيها، ثم فتح الأخرى ونفث فيها، فبرئ من ساعته، نفس اللحظة راحت المرض وراح كل شيء، كأنه ما أصابه مرض، أعطاه الرأي وقال اخرج امضي على بركة الله. وما مرض علي ولا اشتكى من عينيه حتى لقي الله جل وعلا رضي الله عنه. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما من بعده لا. لكن طيب لماذا ينفث الراقي؟ ينفث ببركة القرآن الذي قرأه. فالشفاء في كلام الله، الشفاء في الدعاء، ليس في لمس يده ولا في ريقه، ينبغي أن نعلم هذا، فإذا افعل هذا بنفسك. فيرقى المريض بالفاتحة، يرقى بالمعوذات، بل القرآن كله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فعود نفسك هذا، ارقي، حصن وارق. وينبغي أيها الإخوة الأحبة أن نربط أهلنا وأسرنا ومن حولنا بالله جل وعلا. عندما يعني هذا مهم، غرس هذه المبادئ والمعاني في قلوب أبنائنا، ونحرص عليه من قبيل التحصين والرقية. أنا بطني يا أبي، يقول له قلت الدعاء بارك الله فيك، تعال إيش علمتك أنا؟ يلا تعال أمامي، يلا يا ابني حط يدك على بطنك الآن، قل بسم الله بسم الله بسم الله، وعلمه، قل أعوذ. ها إذا قال لك كذا كذا، قل له كيف الليلة قلت أذكار المساء ولا ما قلتها؟ في الصباح وخارج المدرسة، ها يا ابني قلت أذكار الصباح حتى يحفظك الله جل وعلا ولا ما قلت؟ طيب مرد في 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 المدرسة، افعل كذا وكذا، نربطه بالله جل وعلا. عندما يرى آثار هذا الأمر يعظم الله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم أسباب ثباته على الدين واستقامته عليه، وحبه لدين الله وحبه لله جل وعلا. فينبغي أن نفعل هذا. فقبل أن تفعل أي شيء، المريض ارقي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بالمعوذتين. والإنسان كان عليه الصلاة والسلام إذا مرض أو مرض أحد ثاني رقاه من معوذتين. وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما، وهما دواء وهما شفاء بإذن الله، وعلاج عجيب أنصح بها. وذكر إخوان خاصة عنده هم وعنده قلق، عنده خوف، عنده اكتئاب، عنده يعني المعوذات ما مثلها، ما تعوذ المتعوذون بمثله عليه الصلاة والسلام. عندما تأتيك أي مخافة، بعض الناس الآن عنده قلق، يخاف من الموت، يخاف من المرض، يخاف من أشياء، يحس داخليا خوف ما يدري ما، ويبحث ويذهب للأطباء النفسيين وكذا، المعوذات. إذا أحسست بهذا الضغط والقلق النفسي كذا، ابدأ تقرأ المعوذات بدون توقف وبدون عدد، قل أعوذ برب الفلق،
إلى آخره، يقول عذر رب الناس وتعيدها وتكررها وتعيدها وتكررها، ستجد نفسك بعد قليل قد ذهب عنك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أخذ بها وترك ما سواها، وقال عليه الصلاة والسلام ما تعود المتعودون بمثلهم. جاء إليه عقبة بن نافل، عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال يا رسول الله أقرئني سورة يوسف. يلا يبغى سورة يوسف، أقرئني. جلس اجلس أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فما سورة يوسف أعطيني السورتين الصغيرات. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أحس بذلك، وكانوا في سفر، يقول فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح صلاة الفجر، فقرأ بهما في صلاة الصبح، في الركعة الأولى قل أعوذ برب الفلق، قل الركعة الثانية قل أعوذ برب الناس. قال فلما قضى الصلاة نظر إليه وقال كيف رأيت، يعني وش رأيك، ها شايف الصورتين هذه. وسبحان الله أغلب الحديث الواردة بفضل هاتين السورتين كلها واردة عن عقبة رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد ذلك ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلهما، وقال ما تعود المتعودون بمثلهم، وقال كنت معه صلى الله عليه وسلم فغشيتنا ريح وظلمة، ريح ظلمة وريح شديدة، فأخذ يقرأ بهما ويقول اقرأ يا عقبة قل أعوذ برب الفلق، اقرأ يا عقبة قل أعوذ برب الناس. قال يقرأ بها ويؤمرني أن أقرأ بها، ريح ظلام، فهي من أسباب الراحة النفسية والطمأنينة، فلذلك احفظها وحفظ أولادك. فهذه أيها الأخوة الأحبة، الرقية الشرعية أمرها مهم، وكما قلت القرآن كله شفاء، ومن الرقية الدعاء تدخله من ضمن ما ترقي، ترقي نفسك. سورة البقرة رقية، من استطاع أن يقرأها ولو كل شهر مرة ولا كل أسبوع مرة إذا استطاع بنية الشفاء، فهي من أبواب الشفاء بإذن الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذه أيها الإخوة الأحبة هي أسباب العلاج أو المعالجات الشرعية، اللي هي إيش؟ أولا صدقة، والثاني العلاج الطبيعي، والثالث الدعاء، والرابع الرقية، الرابع الرقية. فهذه أيها الإخوة الأحبة ينبغي أن تكون في أذهاننا ونتعلمها ونعلمها من حولنا، وسنجد من آثارها الشيء الكثير، وعلى الإنسان الصبر وعدم الجزع والتسخط على الله جل وعلا، وأن يدعو بالخير. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يزور أحد كما في حديث أنس، قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين ما سماه، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجده قد ضمر وخفت جسمه حتى أصبح مثل الفرخ، صغير ونحيل ملقى على الفراش كأنه فرخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى تحجب من حاله ومن ظهره، قال هل كنت تقول شيء، هل كنت تدعو الله بشيء في مرضك هذا؟ قال نعم يا رسول الله. قال ماذا كنت تدعو؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معذبي فيه في الآخرة فعجله لي في الدنيا، ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنك لا تستطيع أو لا تطيق ذلك. وإيش هذا الدعاء؟ مخترعات عجيبة، وإيش الدعاء؟ لا تطيق، ما تستطيع. هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ حديث صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه. فانظر كيف وجهه النبي، يقول خير الإنسان إذا ما يعرف شيء من الدعاء أقل شيء يكرر مثل هذا الدعاء، وهذا يدل على أن هذا الدعاء يقال للمريض أيضا، لأن من حسنة الدنيا صحة البدن وسلامته وعافيته ودفع الآفات عنه، فهذا داخل في حسنة الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد قائلا فليقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. أسأل الله لي ولكم وهو خير مسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدفع عنا الآفات والهلكات والأسقام والأوجاع والآلام، وأن يشافينا وأن يشافي أبناءنا وأهلينا وأن يشافي مرضى المسلمين. اللهم من كان منا مريضا فاشف مرضه، ومن كان منا له مريض فاشف له مريضه. اللهم رب الناس أليب عنا الباس، اشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أليب عنا الباس، اشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أليب عنا الباس، اشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
اللهم إننا إخوة مرضى على أسرة المرض في المستشفيات أو في بيوتي أو في دوري، اللهم اكشف ما حل بهم من الداء وارفع عنهم البلاء وعجل لهم بالشفاء يا رب العالمين. اللهم عجل لهم بالشفاء، إنك على كل شيء قدير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفينا ويشفي مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف أرشد مرضى المسلمين أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات اعمالنا. اللهم اجعلنا من اذا دعاك اجبته، واذا سالك اعطيته، واذا استعان بك اعنته، واذا استغاث بك اغثته، واذا استجار بك اجرته، واذا توكل عليك كفيته يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر للوالدين مغفرة واسعة يا رب العالمين. اللهم من كان منهم حيا فألقه على الصحة والعافية، واختم له بالحسنى وبالخير يا رب العالمين. اللهم من كان منهم قد لقي وجهك الكريم، اللهم افسح له في قبره، اللهم أرحه في قبره، اللهم أبرد مضجعه ووسع قبره يا رب العالمين، واجعله من رياض الجنة ولا تجعله من حفر النار. اللهم اجعله في قبره آمنا مطمئنا فرحا مسرورا، وافتح إليه أبوابا من جنات النعيم يا رب العالمين. وإذا لقيناك ولقي وجهك الكريم فارفع درجاتي، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم يا من لا إله غيره ولا رب سواه، اللهم إنك وهبتنا الذرية وأعطيتنا الأولاد، اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونحن نحمدك ونشكرك على ما وهبتنا وأعطيتنا، نسألك اللهم لهم صلاح الحال والمآل. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم ثبتهم على الحق والهدى والدين، اللهم ثبتهم على الحق والهدى والدين، اللهم ثبتهم على الحق والهدى والدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نفجع في أولادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نفجع في أولادنا، في دينهم أو دنياهم أو عفافهم أو أخلاقهم أو أبدانهم أو عقولهم أو تعليمهم. اللهم اجعلهم لنا قرة عين في هذه الحياة الدنيا، واجعلهم يا رب امتدادا لعملنا بعد لقائك، إنك على كل شيء قدير. واجمعنا بهم وبوالدينا وأزواجنا في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تخلص المسلمين من شر أعدائهم يا رب العالمين. اللهم خلص المسلمين من شر أعدائهم، وعجل لهم بالفرج أينما كانوا، إنك على كل شيء قدير. اللهم كثر البلاء في أمة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل بهم من الضر ما لا يشكى إلا إليك، وتسلط عليهم الأعداء. اللهم اكشف ما بهذه الأمة من الغمة عاجل غير آجل. اللهم أعد لأمة الإسلام مجدها وعزها وسددها ورفعتها، وانصرها على من بقى عليها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا خدمة لدينك، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق الشر، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، ويسرنا الهدى ويسر الهدى إلينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطاعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل اللهم توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واستجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، وسل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه أنبياءك ورسلك وعبادك الأبرار الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه أنبياءك ورسلك وعبادك الأبرار الصالحون. اللهم ارزقنا الصحة والعافية، واحينا حياة طيبة، وأميتنا ميتة حسنة بعد طول عمري وحسن عملي بستر وعافية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا على حسن إصغائكم واستماعكم، وسامحونا إن طولنا عليكم.